الصبر قالوا أن الصبر مثل اسمه، مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. عندنا في شيء يباع يقال له الصبر، مر جدا، لو تضع على لسانك تبقى المرارة ممكن لساعات. قال والصبر مثل اسمه، مر مذاقته ولكن عواقبه، يعني ما يأتي، أحلى من العسل. الناس انقسموا عند الابتلاء، عند المصيبة، إلى أربعة أقسام. قسم نسأل العافية والسلامة يتسخط، يعترض على القضاء والقدر، والتسخط كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى الشرك الأصغر، والأصغر قد يؤدي إلى الأكبر، اعتراض على قضاء الله وقدره. يتسخط بلسانه، وهذا الذي نسمع من بعض الناس في هذه الأيام، يقول لماذا كذا، لماذا كذا، لماذا يأتينا كذا، يتسخط بلسانه، يقول أف مثلا، يسب، يلعن، يشتم، يتسخط بجوارحه، يكسر، ينتف الشعور، يشق الجيوب مثلا، يتسخط بقلبه. التسخط بالقلب يعني كأن يقول مثلا، يقول يعني لا نستحق هذا المرض، سبحان الله، الآن أنت ليس لك إلا الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. هذا الكلام كبيرة من كبائر الذنوب، قد يصل إلى الشرك الأصغر، ورب كلمة تجر على صاحب الويلات. فنحن لا يمكن أن نتسخط. أعلى من الدرجة الثانية من الناس الصبر، وقلنا الصبر مثل اسمه، المصيبة شاقة مرة يعني ثقيلة عليه، مثل ما يصنع الآن الإنسان منا إذا مرض، إذا أخذ الدواء الآن يشرب الدواء طعم مر ورائحة كريهة، لكن يتصبر ويشرب بقوة. لماذا؟ لما يترتب على هذا من نتيجة وعلاج. هذا هو الصبر. إذا المصيبة شاقة عليه، لكن ما الذي يمنع من التسخط، من الاعتراض على القضاء القدر؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ومن رضي فله الرضا. فهو يتصبر لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من إيمان. هذا الصبر، والصبر واجب بإجماع الأمة، يعني لا يمكن أن ينزل على هذه الدرجة إلى التسخط. المرتبة الثانية من الناس، الثالثة هي عندنا، الثالثة الرضا. الرضا أعلى من الصبر، حكم الرضا مستحب، يرضى بالقضاء والقدر، يعني المصيبة ليست مرضى. وليس معنى هذا أنه لا يرضى بالقضاء والقدر، هو يرضى بالقضاء والقدر وتؤثر في المصيبة، لكن هو أعلى مرتبة من الصبر، عنده النعمة والمصيبة سواء. لماذا؟ لأن قلبه ميت؟ لا، لتمام رضا بربي سبحانه وتعالى، يعلم أن كل ما أصابه فهو من الله فيرضى ويسلم، فعنده النعمة والمصيبة سواء، لتمام رضا بربي. المرتبة الرابعة والأخيرة الشكر، هذا أعلى المراتب، هذا أحب وأحب، هذا عند المصيبة يشكر، فما بالك عند النعمة. ممكن نأتي بأمثلة على هذا. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في السجن، أدخلوا السجن ظلما، شيخ إسلام وإمام وعالم ورباني وكذا وكذا، أدخلوا السجن ظلما، فأراد أن يكتب رسالة لأمه. تخيل اليوم عندنا بعض الناس يعني يقول نحن سجننا في بيوتنا وكذا وكذا وكذا، سبحان الله، هذا شيخ إسلام وسجن ظلما وكذا، يقول في السجن عندما أراد أن يكتب رسالة لإخوانه يعني لطلابه، كتب في أول الرسالة: وأما بنعمة ربك فحدث.
الله أكبر. هذا في السجن. في السجن يقول وأما بنعمة ربك، يعني نعم بنعمة ربك فحدث. أراد أن يكتب رسالة لأمه من السجن. يعني الآن بعض الناس، أنا سمعت اليوم بعض الرسائل يقول نحن ابتعدنا عن الأهل والأحباب والوالدين المهم كلام طويل. فهذا أراد أن يكتب رسالة لأم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كتب بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد فما زلنا في ازدياد، وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات. لأن جل مؤلفات شيخ الإسلام كانت في السجن. ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا يقول وهو في السجن، إذا خرج إيش يقول؟ ولهذا قال هو رحمه الله المسجون من سجن عن ربه، المسجون أو المحبوس من حبس أو سجن عن ربه.